شوف الاقتصاد كي ما فماش منافسة، الناس تولي تتركز وتخلق بيئة كاملة اللي هي تتمعش من المؤسسة هذيك، لين المؤسسة هذيك ما عادش تقدر باش تنتج وتكون مربحة كما في المؤسسات اللي هي في حالة تنافس. يا ريت كان جينا نعملوا معدات أخرى اللي ننوعوا إنتاج الحلفة. الحلفة راهو في تونس بتنجم تقول كازي مونوبول مونديال ما بين بعض الدول، خاطر الحلفة ما تنبتش في الدول الكل. ويا ريت كان معناها أن نطوروا المنتوج ما عادش نخصوه كان في عجين الورق ولا والورق، لكن في منتوج اخر مثلا في ورق النقديه ينجم يكون فيها امكانيات، النجم معناها ننجو فيه معناها الالياف نتاعها نجم نستعملوها لللباس، نجم نستعملوها للاكسسوار دو مود للموضه، نجم نستعملوها لي برودوي ديكوراسيون، نستعملوها حتى في باش نصنعوا معدات منزليه، نجم نستعملوها في لي برودوي تكنيك معناها مثلا نجم البعض يقول حتى في لي جيلي باربال عندها دي بروبريتي، عندها معناها في لي ماتيريو دو كونستركسيون باش نعمل ليزولاسيون نتاعها. يا ريت كان مع المعمل هذاك نخلقوا وحدات اخرى باش ننوعوا المنتوج ونقويوا في القيمه المضافه نتاع المنتوج هذا، وعنده معناها دي بروبريتي اكستراوردينير، نجم نقولوا معناها لي ساكادو دورابل، معناها لي فيلتر اير، معناها المنتوج نتاع لي فيلتر اير نجم يكون حاجه نوعوا بها المنتوج نتاعنا. مشكل هما باش معناها يظهر لي لازم زاد الولايه تطرح المواضيع هذه والاقتراحات هذه للشباب نتاعها، ورجال ونساء القاصرين قادرين باش يعملوا وحدات اخرى، والمنتوج هذا عنده رواج عالمي كبير نجموا نصدروا منه برشا. بتتر نجموا نقولوا اللي يردوا بالنا من التلوث اللي معناها الوحدات هذه تنجم تنتج تلوث كبير، ماذا بينا الوحده هذه تخرج من المدينه وتمشي في منطقه صناعيه اخرى مخصصه لها ونخاف وردوا بالنا على الانعكاسات نتاعها على البيئه. اما هي عندها طاقه معناها تاع تشغيل اكبر برشا من اللي احنا قاعدين نشوفوا فيه اليوم. والمعدات ماك تعرف قدموا والصيانه نتاعهم ما صارتش في الوقت والامكانيات والميزانيات ما توفرتش، هكا علاش قاعده تظل معطله المؤسسه بعض الاشهر والسنوات. وما تنساوش زاد فما لوبيات نجم تتدخل سورتو لتوريد الورق والواحد هذا الكل يظل تو المؤسسه بدات تتعافى، وان شاء الله نخلقوا كما قلت لكم وحدات اخرى وقدرات اخرى للجهه اللي هي عندها مؤهلات كبرى في الموضوع هذا. هو بالنسبة للوقت الحالي تخدم ما يقارب 900 عامل بشكل مباشر وأكثر من 4000 موطن شغل بشكل غير مباشر. كيف سمعنا سي مجاهد رئيس المدير العام محمد صالح العاير يقول أنه المعدات قديمة ويلزم يشريوا معدات جديدة. سمحني إذا كان وحدة صناعة الورق معداتها قديمه، فالوحدات اللي تحكي عليها ماهر ما انا قداش تتطلب فلوس وميزانيه لاحداثها. هوني نرجعوا تو نحكيوا زاد على وضعيه المعمل كوضعيه محمد صالح العياري، جدوله الديون نتاعو والازمه الماليه اللي هو فيها الى جانب الطبيعه المشاكل الاجتماعيه اللي صارت فيه. شكرا. هو الشركه بالطبيعه هذه تم احداثها منذ سنه 1980 وكان عندها دور كبير خاصه في الجهات الداخليه القديمه، فما معمل كبير اللي هو هز الحمل صحيح خلق مواطن شغل. الاشكال فين؟ نقول لك انا تولي قالوا سي ماهر التنافسيه في العالم الكل هذيك عندها تاثير ايجابي، معناها باش واحد يقدم اكثر واحسن ما عنده، ولكن هذا ما يمنعش مؤسسه عموميه كتحط لها انت مسؤولين. راهو الاشكال الكبير اللي اليوم في المؤسسات العموميه بصفه عامه ذكرت منهم انت زيدهم التبغ والوقيد، هذوما المشكله نتاع سوء تصرف معروف هذا. والحاجه الثانيه تلقاه مرات مضغوط عليهم في الجهات الداخليه لخلق مواطن شغل اضافيه، تلقى السيد كذا والاخر تكلم من جهه اخرى، راهو القدره نتاع المؤسسه ما تتحملش باش ننتدبوا اكثر عدد من العدد المعقول، يقول له لا التدخلات هذيك المسؤول اللي هو تابع بالطبيعه خاصه في وقت سابق كان حزب الحاكم، وفي مرحله ثانيه فما معناها لوبيات اللي تكونت بصفه كبيره واللي تتحكم معناها في مفاصل الاقتصاد نتاع البلاد. وبالتالي انا نقول الفساد الذي استشرى سوء التصرف وزدتهم انا معناها الانتدابات الهامشيه وغير معناها مبرمجه وغير مدروسه بصفه علميه، هذاك اثر تاثيرا سلبا على المردوديه نتاع المؤسسات العموميه. والا بربي انت عندك شركه تنتج في عجين الحلفاء اللي هو مطلوب داخليا ومطلوب خارجيا، كانت تنجم تتطور الشركه هذه وتولي تصدر في عجين الحلفاء للخارج وتولي عندنا موارد
متأتي من الخارج بالعملة الأجنبية. أنا نقول خسارة كبيرة اليوم لبلادنا، عندنا مؤسسات عمومية هامة رو في وقت من الأوقات كانت تضر على ميزانية الدولة مداخيل جبائية هامة وكانت رابحة رو، وبعد ولات الدولة هي اللي تتحمل العبء تاع المؤسسات هذه وتدخلها الأموال من ميزانية الدولة اللي هي ميزانية بطبيعتها في حاجة ملحة إلى موارد إضافية. لهنا تخلقت الإشكالية الكبيرة، شنو نعملوا لهم المؤسسات العمومية هذوما؟ وذاك علاش جينا في وقت من الأوقات هل المؤسسات العمومية كيفاش نعملوا لهم؟ ندرسوهم حالة بحالة، النجم نفوتوا فيهم ما نفوتوش فيهم؟ ماهيش سهلة راهو، تجي شركة كما الحلفة في القصرين وتقول أنا باش نفوت فيها بين عشية وضحاها، ماهيش سهل، يلزمها دراسة معمقة، إعادة الهيكل نتاعها، وإذا كان وقفت على ساقيها فهي حبة ذا خاطر هي باش تكون ممول أساسي لميزانية الدولة وخلق مواطن شغل في جهات نائية ومهمشة.